خطوات التسجيل والتقديم على الدورات في تطبيق ريادة. من الواجهة الرئيسية اضغط على خيار قم بالتسجيل، ادخل رقم الهاتف الخاص بك. ستصلك رسالة تحتوي على رمز التأكيد المكون من 6 أرقام. انتقل إلى الخطوة التالية، قم بإدخال رمز المرور الخاص بك. املأ استمارة التقديم بمعلوماتك الشخصية الآتية: اسمك الثلاثي، مواليدك، البريد الإلكتروني، وتحصيلك الدراسي، بالإضافة إلى اختيار مركز التدريب ورفع صورة شخصية خاصة بك، وانتقل للخطوة التالية. في نافذة المشروع قم بكتابة تفاصيل وفكرة مشروعك الخاص، وبهذا تكون قد أتممت عملية التسجيل والتقديم في تطبيق ريادة. بعد أن يصلك إشعار دعوة لأحد الدورات التدريبية، ستتمكن من معرفة جدول المحاضرات وتاريخ البدء والانتهاء، وبمجرد أن تقوم بالضغط على زر القبول سيتم قبولك من قبل المدرب وإنشاء هوية طالب خاصة بك تحتوي على معلوماتك، بالإضافة إلى QR كود تستطيع من خلاله تسجيل حضورك في المحاضرة. كما ستصلك إشعارات على جهازك المحمول في حال تأجيل المحاضرة أو تغيير موعدها أو أي تحديث آخر. بعد أن أتممت الدورة التدريبية بنجاح، ستظهر لك استمارة تقييم يتبعها السؤال في حال كنت بحاجة إلى تمويل لمشروعك، وبمجرد الضغط على نعم سوف تظهر لك حقولا خاصة باسم المصرف والفرع. تقوم بملئها لتنتقل إلى الخطوة التالية، وهي ملء استمارة دراسة الجدوى الاقتصادية. وهكذا تكون قد قدمت على طلب تمويل خاص لمشروعك. ريادة، نحو مجتمع ريادي.